السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد إيهاب من قناة عشوائيات. اليوم سنتكلم عن دولة الأردن. سميت دولة الأردن بهذا الاسم نظرا لنهر الأردن الذي يجري فيها. المساحة 89,297 كيلومتر مربع، حيث أن طولها من الشمال إلى الجنوب 480 كيلومترا، وكم عرضه 350 كيلومترا. السكان 7,595,000 نسمة. الموقع تعتبر الأردن ذو موقع مهم، حيث يشكل حلقة وصل بين قارات العالم الثلاث القديمة، حيث يقع على خطي عرض 29 و33 شمالا، وخطي طول 34 و39 شرقا. الحدود من الشمال سوريا، من الغرب فلسطين، من الشرق والجنوب السعودية، من الشمال الشرقي العراق. المحافظات قسمت الأردن إلى ثلاث أقاليم، الذي يعتبر التقسيم الإداري الأولى في المملكة، وبدورها تقسم هذه الأقاليم إلى 12 محافظة. تتوزع هذه الأقاليم الثلاثة، يعين على كل محافظة حاكم إداري يسمى محافظ، مهمته الأساسية هي حفظ الأمن في محافظته. والمحافظات هي إربد، البلقاء، جرش، الزرقاء، الطفيلة، عمان، العاصمة، عجلون، العقبة، الكرك، مدبة، معان، المفرق. ولو عايزين معلومات أكتر عن المحافظات هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. التضاريس أعلى قمة جبلية في الأردن جبل أم الدامي، ارتفاعه 1854 مترا. أخفض نقطة هي البحر الميت بارتفاع 428 مترا تحت الأرض. يوجد جبال عجلون في الشمال. الملوك تأسست الملكية الأردنية الهاشمية عام 1921 بمساعدة من الإنجليز الموجودون هناك أنذاك، حيث عينوا عبد الله الأول ابن الحسين أميرا على إمارة شرق الأردن، بما أن الحكم على العراق والأردن كان لأبناء الشريف حسين ابن علي. حكم عبد الله الأول شرق الأردن 11 إبريل عام 1921 حتى استقل شرق الأردن رسميا ليصبح باسم مملكة شرق الأردن الهاشمية، وذلك في 25 مايو في 1946، وأصبح عبد الله الأول أول ملك هاشمي للأردن. ثم اختصر الاسم الرسمي ليصبح المملكة الأردنية الهاشمية في 13 إبريل عام 1949. والملوك هم عبد الله الأول ابن الحسين، حكم من 25/5/1946 ل 20 يوليو عام 1951، وطلال ابن عبد الله حكم من 20 يوليو 1951 ل 11 أغسطس عام 1952، والحسين ابن طلال حكم من 11 أغسطس 1952 ل 7 فبراير 1999، وعبد الله الثاني ابن الحسين حكم من 7 فبراير 1999 لحد دلوقتي. ولو عايزين تعرفوا معلومات عن الملاخ هتلاقوا تحت في الديسكريبشن. وكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. سؤال الحلقة: ليه سمي البحر الميت بهذا الاسم؟ هل لأنه مات به الكثير من الناس في الحروب، أم لأن ليس به أسماك؟ ما تنسوش تكتبوا الإجابة تحت في التعليقات، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. ولو عايزين تشوفوا المقالة هتلاقوها تحت في الوصف بتاع الفيديو ده. وأشوفكم في حلقات تانية، ومع السلامة.